قلبي بحب العلي وحين تعطوني
الساعة التاسعة باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كل، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعاضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا، أعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، عضدتنا، وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحيات والعقارب وعلى كل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة الرأفات محبة البشر لواية الابن كالوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كل، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك، تمحو اسمي وتغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، تطهرني لأني أنا عارف بإثمي
وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكم. لأني هانذا بالإسم حبل بي في الخطية ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنض علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السل، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا أخلق في الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي أعضدني، فأعلم الأسمى طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فليخبر فم بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. انعم يا رب مسارتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. هللويا. شويس نينان امين هللويا خنفران ام فيوت نم بشيرين ام ببن مايس وابنوت نوت امين. تسبحة وصلاة الساعة التاسعة من النهار المبارك قدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيل المزامير أبينا داود النبي بركات وعلى جميعنا أمين. سبحوا الرب تسبيحا جديدا، سبحوا الرب يا كل الأرض، سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده وبين الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا، مرهوب على كل الآلهة، لأن كل آلهة الأمم شياطين، أما الرب فصنع السماوات، الجلال والبهاء قدامه، الطهر والجمال العظيم في قدسه. قدموا للرب يا جميع قبائل الأرض، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لاسمه القدوس، احملوا الذبائح وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في دياره المقدسة، لتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه. قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة، وأيضا ثبت المسكون فلن تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، وليعج البحر وجميع ملئه، تفرح الوديان وكل ما فيها، حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب، لأنه يأتي ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. هللويا. الرب قد ملك فلتتهلل الأرض، ولتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسي، النار تسبق فتسلك أمامه، ولبلهيب تحرق أعداءه، الذين حوله أضاءت بروقه البن مسكونة، نضرت الأرض فتدلدلت، ذابت الجبال مثل الشمع من قدام وجه الرب، من أمام وجه الرب الأرض كلها، أخبرت السماوات بعدله، وعاينت جميع شعوب مجده،
يغزى جميع الساجدين لصنعة الأيادي المفتخرين بأصنانهم. اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، تهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العلي على كل الأرض. ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة. يا محب الرب ابغضوا الشر. إن الرب يحفظ نفوس الأبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمي القلوب. افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه هللويا. سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. خلصت له يمينه وذراعه القدوس. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحق لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها. خلاص إلهنا. هللوا الرب يا كل الأرض. سبحوا وهللوا ورتلوا. رتلوا للرب بالقيثارة وصوت المزمار، بأبواق خافقة وصوت بوق القار. هللوا أمام الرب الملك. فليعج البحر وكل ملئه، المسكونة وكل الساكنين فيها. تصفق جميع الأنهار، الجبال تبتهج أمام وجه الرب. لأنه أتى ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. هللويا. الرب قد ملك فلترتعد الشعوب. الجالس على الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب. فليعترفوا لإثمه العظيم، لأنه مرهوب وقدوس. وكرامة الملك أن يحب العاد. أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفعوا الرب إلى هنا واسجدوا لموطئ قدمي، فإنه قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب فيستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم، لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا في جبله المقدس، فإن الرب إلهنا قدوس. هللويا. هللويا للرب يا كل الأرض. اعبدوا الرب بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل. اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، ونحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف ودياره بالتسبيح.
اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب هو صالحون، وإلى الأبد رحمته، وإلى جيل فجيل حقه. هللويا. رحمة وحكما أسبحك يا رب، أترنم لك وأتفهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضته، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلان الشر عني لم أكن أعلم. والذي يغتاب قريب سرا كنت أطارده، المتكبر بعيني والمنتفخ القلب لم أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيناي. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض لأبيد من مدينة الرب جميع صانع السلام. هللويا. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصا قوة يرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك، معك الرياسة في يوم قوتك، في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن على طقس ملشي صداق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملكا، يقضي بين الأمم ويملأهم جثثان، يسحق رؤوس كثيرين على الأرض، وفي طريق يشرب الماء من الوادي، لذلك يرفع رأسه. هللويا. أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم. عظيمة هي أعمال الرب ومشيئته كلها مفحوصة، جلال وبهاء عمله وعدل دائم إلى أبد الأبد. صنع ذكرا لجميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف، أعطى طعامه لأتقيائه، يذكر إلى الدهر ميثاقه، خبر شعبه بأعماله ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يدي حق وعدل، وكل وصايا صادقة ثابتة إلى الدهر وإلى الدهر، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحة دائمة إلى الأبد.
هللويا. طوبى للرجل الخائف، الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوي نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته، وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم هو الرب الإله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يتراءف ويقرض ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدار، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، لأن ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد متكل على الرب، قلبه ثابت لا يتزعزع حتى يرى بأعدائه، فرق وأعطى المساكين، بره دائم إلى دهر الدهور، ويرتفع قرنه بالمجد، الخاطئ يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب، شهوة الخاطئ تبيد. هللويا. سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها، باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم، وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا، الساكن في الأعالي، الناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض، المقيم المسكين من التراب، والرافع البائس من المزبلة، لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، الذي يجعل العاقر ساكنا في بيت أم أولاد فارحة. هللويا. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي، فأدعوه كل أيام حياتي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني، وشدائد الجحيم أصابتني، ضيقا وحزنا وجات، وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي، الرب رحيم وصديق، إلهنا يرحم، الذي يحفظ الأطفال هو الرب، اتضعت فخلصني، ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، وأنقذ نفسي من الموت، وعيناي من الدموع، ورجلي من الزلال، أرضي الرب أمامه في كرة الأحياء. هللويا. آمنت، لذلك تكلمت، وأنا اتضعت جدا، أنا قلت في حيرتي، إن كل الناس كاذبون، بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ كأس الخلاص آخذ، وباسم الرب أدعو، أوفي نذوري للرب كل قدام كل شعبه، كريم هو أمام الرب موطن قديسي، يا رب أنا عبدك، أنا عبدك وابن أمتك، قد تعطى قيودي، فلك أذبح ذبيحة التسبيح،
وباسم الرب أدعو وفي للرب نذوري في ديار بيت الرب قدام كل شعبه في وسط أورشليم هللو. قدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مرلوق البشير التلميذ الطاهر. بركاته على جميعنا آمين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هاهنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وأعطى وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين. تن أوش تمك أبي خريستوس نم بكيوتن أغاثوس نم بأبن وما إسواب جي أكتونكك صوتي امون ناينا نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا. يا رب يا من ضاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا. فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك احييني دوك سباتري كأيو كأجيب نماتي. يا رب يا من سلم الروح في يدي الأب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وضيت اللص المسلوب معك للدخول للفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبيحة بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجنا. كيني كأي كيستوس إيوناستون إيونون آمين. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك. لا تعرض يا الله على الذين جبلتهم بيديك. اظهر محبتك للبشر أيها الصالح
اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك كينين كأي كيسوس يونستون يونون آمين. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقان قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك دوكسا باتري كيوكي أجيو بنماتي. يا رب يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك كنين كأي كيسوس إيوناستون إيونون آمين. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقان قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا أخطائنا الكثيرة آمين. كيرياليسون يا رب ارحم كيرياليسون ارحمنا يا الله كيرياليسون اسمعنا وارحمنا كيرياليسون يا رب ارحم كيرياليسون ارحمنا يا الله كيرياليسون اسمعنا وارحمنا كيرياليسون يا رب ارحم كيرياليسون ارحمنا يا الله كيرياليسون اسمعنا وارحمنا كيرياليسون يا رب ارحم كيرياليسون ارحمنا يا الله كيرياليسون اسمعنا وارحمنا قدوس
قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الأبد ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا واجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم أنقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك وامنحنا أن نسلك كما ليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذ خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد الجنس ربنا يسوع المسيح ونظفر بالرحمة وغفران الخطايا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أردوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد الجنس بقوة صليبه المحي واقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى أبد الآبدين آمين ارحمنا ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا
يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياه قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب حوطنا بملائكتك القديسين لنكون بمعسكرهم محفوظين ومرشودين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نصلي بشكر. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا يا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. نجيب رفع الكور عشية بفوق بمخافة الله وانصتوا ليس مع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من تراتيل مزامير أبينا داود النبي الملك بركاته على جميعنا رفعت مختارا من شعبي وجدت داود عبدي مسحته بدهن مقدس لأن يداي تعضده هللويا مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني جئت ليفرق الإنسان ضد أبي والابن ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب أبا أو ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ ومن سقى أحد هؤلاء الصغار
كسماء بارد فقط باسم تلميذ. فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. والمجد لله دائما. نجي رفع بخور باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مارلوك البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. من تراتي المزامير بين داود النبي الملك المرتل، بركات على جميعنا. كهنتك يلبسون العدل وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك. هيا تسيراجا لمسيحي وعليه يظهر قدسي. قال لي مبارك الاتي باسم الرب اله القوات، ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم الى الابد امين. ونزل معهم ووقف في موضع سهل، هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم. والمعذبون من أرواح نجسة وكانوا يبرؤون، وكل الجمع يطلب أن يلمسه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: طوبىكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن، لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس، وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء، لأن أباهم هكذا وهكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. والمجد لله آمين. قداس الكلمة البولس. فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول، الرسالة إلى العبرانيين، بركته فلتكن مع جميعنا أمين. فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، لكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدم قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق.
على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين لأن الموت منعهم من البقاء، وأما هذه فلأنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه، فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، أما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد، وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض ما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل، لكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم، قد تثبت على مواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل وما مع بيت يهوذا عهدا جديدا، لك العهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم ليخرجهم من أرض مصر لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي عهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن آثامهم لا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد، فإذ قال جديدا عتق الأول، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. نعمة الله الآب تكون مع جميعكم يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا، الرسالة الثالثة، بركاته فلتكن مع جميعنا، آمين. الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذا حضر الإخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء
الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها هازرا علينا بأقوان خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. كان لي كثيرا لأكتبه، لكني لست أريد أن أكتب إليك بحبر ولا قلم، لكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. العالم يمضي وشهوته، والذي يصنع إرادة الله فهذا يدوم إلى الأبد. آمين. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس. بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن مع جميعنا يا أبائي وأخواتي، أمين. ثم بعد أيام قال بولس لبرنامة: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب، كيف هم؟ فأشار برنابة أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية لم يذهب معهما للعمل
لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، فبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سورية وكليكية يشدد الكنائس، ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة لكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وأيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يكتزون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة من الآن وإلى الأبد. آمين. السنكسار باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعلموا أيها الإخوة المباركون أنه اليوم 23 من شهر باب المبارك أحسن الله انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي. آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس ديوناسيوس أسقف كورنثوس ببلاد اليونان في عهد دقليديانوس وماكسيميانوس سنة 284 لسنة 312 ميلادية، وقد عذب هذا الشهيد ديوناسيوس بعذابات شديدة في سبيل الإيمان بالسيد المسيح له المجد، ورفض التبخير للأوثان، وبعد أن رأوا إصراره وتعبوا من تعذيبه قطعوا رأسه المقدس بحد السيف، فنال إكليل المجد الأبدي. بركة صلوات القديس ديوناسيوس أسقف كورنثوس فلتكن مع جميعنا. آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 566 للشهداء سنة 849 ميلادية تنايح البابا يوساب الأول البطريرك الثاني والخمسون من بطاركة القرازة المركوسية. كان ابنا وحيدا لأبويه في مدينة منوف محافظة المنوفية، ومات أبواه وهو طفل، فاهتم بتربيته رجل غني عاش عنده سعيدا. ولما كبر يوساب اشتاق إلى الحياة الرهبانية، فذهب إلى الأب البطريرك البابا مرقس الثاني وأطلعه على رغبته، ففرح به وأرسله إلى دير القديس مكاريوس ببرية شهيد، وترهب عند شيخ قديس. وظل الراهب يوساب يعيش حياة الزهد والنسك والتقشف، ورسمه البابا مرقس الثاني قصا، وخدم معه في البطريركية مدة من الزمان، ثم عاد إلى البرية. وبعد نياحة البابا سيمون الثاني البطريرك الحادي والخمسون، طلب الأساقفة والشعب إلى الله أن يعرفهم من يختاره، فأرشدهم إلى هذا الأب يوساب، فأرسلوا وفدا إلى البرية فأحضره. وفي الطريق صلوا قائلين: نسألك يا رب، إن كنت اخترت هذا الأب لهذه الرتبة فلتكن علامة ذلك أننا عند وصولنا نجد بابه مفتوحا. فلما وصلوا وجدوا بابه مفتوحا حيث كان يودع بعض زائريه من الرهبان، فأمسكوه وأخذوه إلى الإسكندرية، ووضعوا عليه اليد بطريركا يوم 21 هطور سنة 548 للشهداء سنة 831 ميلادية، فاهتم ببناء الكنائس وتعليم الشعب، فحسده الشيطان
وسبب له أحزانا كثيرة منها أن أسقف مصر وأسقف تانيس أتعبا شعبهما جدا، فاستغاثوا بالبابا البطريرك فنصح هذين الأسقفين أن يترفق بالشعب، ولما لم يلتزما بنصيحته عقد مجمعا وقطعهما. وللأسف ذهب هذين الأسقفين إلى الوالي ولفق تهمة كاذبة على الأب البطريرك يوساب، فأرسل الوالي أخاه مع بعض الجنود لإحضار البطريرك، فجرد سيفه لقتل البطريرك، فجاءت الضربة في عمود فانكسر السيف، فغضب الأمير وأخذ سكينا وضربه بها فلم تقطع سوى ثيابه فقط. فتحقق الأمير في البطريرك نعمة إلهية تحفظه، فأخذه باحترام جزيل إلى أخيه الوالي وعلمه بما جرى، فاحترمه الوالي جدا وخافه، ثم استفسر منه عن التهم الموجهة إليه، فأثبت له عدم صحتها وعلمه بأمر الأسقفين الشاكيين. فتقبل الوالي كلامه وأكرمه وكتب له فرمان قائلا لئلا يعارضه أحد في رسامة أو عزل ولا في أي عمل يعمله. وقد أظهر الله على يديه عجائب كثيرة، وظل مداوما على تعليم الشعب وتثبيته على الإيمان المستقيم وتوبيخ المخالفين للعقيدة الأرثوذكسية. وقد أقام على الكرسي المرقسي نحو 18 عاما، ثم تنيح بسلام بركة صلوات البابا يوساب. فلتكن مع جميعنا ولربنا كل المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين. Agios, O Theos, Agios, Ischiros, Agios, Athanatos, O Ekbarteno, Genetis, Elei, Sonimes, Agios, O Theos, Agios Escheros, Agios Athanatos, O Stavro tis dimes, Elei sonimes, Agios O Theos, Agios Escheros, Agios Athanatos, O Anastasic ton nekron, Και ανέλσον εστός ουρανός ελέησον ημέν δόξε πετρί και ειώ και αγίω πνεύματι και νυν και αΐ και εστός αιώνας των αιώνων. Αμήνα γιατρίες ελέησον ημέρες. Εγγύλιο Λουντές, قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل. معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركات على جميعنا من تراتيل مزامير أبينا داود النبي الملك الطاهر المرتل، بركات على جميعنا. موسى وهارون في كهنته، وصامويل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب،
وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام كان يكلمه. هللويا مبارك الاتي باسم الرب اله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكره، تذكر شدتي لسبب الفرح لأنها ولدت إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزنون، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانيتان. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الله خرجت، خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانيتان ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: ألا تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصتي وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكن لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد والمجد لله دائما.
بفرعني من راتي انت بي يا خريستوس اري بريس فيفين اهري ايجون اوتن شويس النبتيرين تيث اوتوكوس Maria Thmavim Ben Sotir Entefkan in Novi Nanevol Jefes Maru Uten Jefiot Nemepshiri Nem Bibnev Maith Oab Titereyas Itjikevol Ten oos ten mos ten ti ona. بسم الآب والابن والروح القدس لله الواحد أمين.
القديس يوحنا الإنجيلي في رسالته قال: نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة، واعتبر القديس يوحنا أن البصيرة الروحية من أعظم العطايا المسيحية، فقدان البصيرة ديت أكبر عمل يفرح الشيطان، ذكرني الكلام ده بواحد من أبطال العهد القديم اسمه شمشون. أول ما الشيطان كمل خطته إنه يذل شمشون، مكتوب، بس أنا هبقى راجع معاكم الكلام المكتوب في سفر القضاة، كان خطة الشيطان إنه يذله، وكلمة إذلال دي تتكررت أكتر من مرة في سفر القضاة في الأصحاحات 13-14-15. فبداية الذل اللي ذله الشيطان لشمشون أول ما مسكوه أقطاب الفلسطينيين، أول حاجة عملوها عموه. فلما فقد البصيرة، البصر في العهد القديم يعني البصيرة في العهد الجديد، أول ما الشيطان مسكه ضربه في عينيه، يعني بعد ما اعتدى على الندر بتاعه وهو باح بالسر اللي جواه، سر القوة، واستلمه الشيطان أذاه في عينيه نمرة واحد. وآخر دقايق في حياة شمشون طلب من الله طلبة شديدة، قال له: استجبني أرجوك لكي أنتقم لعيني من الشيطان اللي ضيع البصر مني. وانتقم نقمة شديدة جدا، واللي قتلهم من الفلسطينيين وهو بيموت أكتر من اللي عمله في حياته. فبيقول: نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة. زي العين بالنسبة للجسد، فعلا العين بالنسبة للجسد زي النور بتاع الجسد، والمسيح للمجد قال: إن كانت عينك بسيطة، يعني فيها روح الله، لأن ربنا بسيط، جسدك كله يكون نيرا، وإذا كانت شريرة جسدك كله يكون مظلما. فانظر إذن لألا يصير النور الذي فيك ظلام، فالظلمة هتبقى شكلها جسدك هو إيه. فالإنسان المسيحي بالأكثر الخدام اللي حصلوا على البصيرة دي بكثرة بزيادة شوية. شمعنا الخادم؟ يعني متنور أكتر من غيره، يعني بيعلم، يعني بيقول، يعني بيرشد الآخرين، يرشدهم إزاي؟ لو أعرف السكة فبيمشي. لكن إذا كان عاوز يرشد الآخرين وهو فاقد البصيرة خطر، يقول: أعمى يقود أعمى، يسقطان كلاهما في حفر. فالخادم، خادم المسيح الحقيقي، حاصل على البصيرة
وخايف عليها جدا، ودايما يدور على النور اللي جواه ده لألا يصير النور ظلام. مهم أوي 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 أوي. البصيرة دية الداخلية وهبت لنا كلنا في المعمودية. يوم حد التنصير في الكنيسة بنقرأ إنجيل إيه؟ المولود أعمى، مسيح فتح. وبيسموا المعمودية استنارة، خلقة جديدة وفيها النور ده. ده مش فكر يا أولاد، ده مش فكرة، ده فعل. ده المسيح أعطانا هذه البصيرة، نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة. طبعا البصيرة دي ايه في الحياة طول اليوم؟ طبعا واحد بيميز، بيشوف فبيعرف. يعني سميها مثلا التمييز الروحي. في الأيام اللي احنا عايشين فيها دي كثرت الأسئلة، كتير 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 أسئلة، سؤال 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 سؤال، ربما ملايين الأسئلة. يعني فاكرين البابا شنودة الله يقدس روحه أول ما يقعد على الترابيزة اللي كان بيوعظ، يعني بتلاقي الأكوام الورق جاي جاي على مدى 40 سنة. دي فيها إيه؟ فيها أسئلة، عد الأسئلة، ملايين الأسئلة. ما ينفعش ما ينفعش، ملايين الأسئلة. فيها حاجات متكررة كتير وفي حاجات ملهاش حدود. كانت الحكاية دي بتزعجني جدا. ليه؟ قال طب الناس مش عاوزة تعرف. الناس عاوزة تعرف، رغبة في المعرفة كتير أوي 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 أوي. لكن كانت بتزعجني على أساس إن الناس، معظم الناس فاقدي البصيرة، مش شايف، مش قادر يميز، مش قادر يعني يعرف سكته. وأنا متأكد إذا كان إنسان مملوء من روح الله ومنقاد بروح الله اللي داخله اللي جواه لا يحتاج إلى أسئلة، لأن الروح زي ما المسيح قال يرشدكم إلى جميع الحق. اللي جواك ده الروح القدس يوريك، يرشدك إلى جميع الحق. كما تعلمكم هذه المسحة عينها، المسحة لكم مسحة من القدوس، وكما تعلمكم المسحة وهي حق مش باطل. المسحة اللي احنا خدناها اللي هي نعمة الروح القدس الحال في كل واحد فيكم، ده موجود بيرشدك لجميع الحق. البصيرة توفر على الواحد حاجات كتيرة قوي. أمشي هنا ولا هنا، والسكة دي ولا دي. طبعا عشان واحد يعيش في ملايين الطرق في العالم للحياة، كل واحد عنده عقل. وقال إشعيا النبي في القديم: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. كل واحد عنده طريقة للعيشة مبسوط بيها، مليون طريقة للحياة. لكن يفضل برضو الكلام بتاع المسيح اللذيذ أوي أوي، إيه؟ أنا هو الطريق. ملايين الطرق، لكن في حاجة اسمها الطريق، ألف لام، مفيش زيه، طريق واحد. لما يلاقيه الواحد جوه نفسه شخص المسيح، يبقى يقولك عارف سكتي. لا تكونوا محمولين بكل ريح تعليم. طب تعليم موجودة دلوقتي، يعني سامحوني في الكلمة، في الكنيسة عندنا 5200 مفتي، كل واحد عمال يفتي، كل واحد عمال يقول ويقول ويقول ويقول، وحاجات كتير غلط.
احنا مش محتاجين لده. انت محتاج انك تسمع الصوت الداخلي اللي هو الروح القدس الاله يتكلم فيك، اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله فيا. ميل ودني واسمع. صدقوني كتير قوي الواحد تبص لايه يعني يقولك ايه، سمعت وعظة بقيت فرحان قوي، وبعدين مرة تانية سمعت وعظة بقيت نفسي ديبرست تعبان قوي، ومرة لخبطوني. في وعظ لا يخطئ، في الروح القدس اللي جواك يعلمك كل وصايا المسيح في النور. مش ممكن الواحد يبقى متلخبط، عشان كده بقول لكم احنا بعاد عن نفسنا، بس احنا ملخومين بحاجات كتير، لكن ادخل تلاقي المسحة. انا اتكلمت. يسأل واحد يقول لي ازاي يميز صوت الروح القدس في الداخل. افكار كتيرة بتجيني، نظريات كتيرة قوي، اميز صوت الروح القدس ازاي؟ اعرف ازاي ان ربنا بس يا ولاد ما فيش حد يتكلم. اعرف ازاي ان ده صوت ربنا. انا متاكد برضو ان الحكايه دي فيها يعني شوشره، الواحد بشوشر على نفسه. المسيح له المجد قال خرافي تسمع صوتي ولا تسمع صوت الغريب. يعني واحد مرتبط بالمسيح حبه قوي من كل قلبه بيعبده بإخلاص، صوت المسيح مميز جدا، صوت الروح القدس اللي جوه لا يمكن يختلط مع أي أصوات تانية أو أي أفكار تانية. لما يختلط الأمر على الواحد قوي يعني يروح لأب اعترافه، هو أبونا ده بيفهم في كل حاجة، لا ما أقصدش أن يروح يسأله في المذاكرة والبزنس والشغل والمشاكل وإيجارات الشقة والمشاكل، لا ما يسألوش في ده، يسأله من جهة صوت الله اللي فيه. إذا كان الواحد مش قادر يميز، طب وش معنى أبونا؟ مصلبونا ده يعني مش هو بيفهم اكتر من الناس؟ لا احنا مش كده. امال ايه؟ الانسان الروحي اللي فينا اللي انا بقولك عليه مولود فينا بالمعمودية، ده مولود على ايدينا ابونا. اتولدنا ازاي؟ احنا مولودين على ايدين الكهنوت المقدس، ده الميلاد. فلما بروح استشير ابويا بستشيره بنعمة الروح القدس الساكن فيه عشان يوضح لي الأمر المختلط عليه. مرة رحت لأبونا مخيل إبراهيم قلت له أنا متلخبط، قدامي يعني أمرين كده وأنا كاهن، سكة أمشي فيها وسكة تانية مش عارف، هل أمشي هنا ولا أمشي هنا ولا أعمل إيه؟ رد علي رد عجيب قوي، قال لي دور على السكة اللي فيها الخسارة وامشي فيها. ده إيه ده؟ قال ما هو قال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، ما تدورش على السكة اللي فيها ايه راحتك وانبساطك ومزاجك، لا دور على السكة اللي فيها جهاد، دور على السكة اللي فيها يعني معفرة، ما تدورش على الطريق الواسع. انا ما كنتش ادرك الحاجات، فلما حطيت قدام الامرين اختار لي فعلا السكة اللي فيها تعب والنهاية كويسة.
عشان كده بقول لو اختلط عليك الأمر. لكن أنا متأكد إذا كان الواحد يستشير الروح اللي جواه في أمور خلاصه وحياته الأبدية يلاقي السكة واضحة زي الشمس. نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة، ما تفرطش فيها، ما تسيبش البصيرة دي عشان تروح. طبعا المدخل للبصيرة العين البرانية دي، دي يعني اللي هي الحتة البرانية من الكاميرا. مارس حق قال كل من يطلق لسانه بالجيد والرديء على الناس لا تسكن فيه نعمة الله. كل لسانه سايب يقول كلام كتير حلو ووحش على الناس، النعمة ما تسكنش فيه. كل اللي يسيب عينه البرانية دي على الحلو الوحش يشوف ويروح ويدور ويعمل، النعمة ما تسكنش فيه، يفقد البصيرة. العين البرانية دي وراها تحت جوه العين البصيرة الداخلية، فإذا بوظت دي تبوظ الجوانية. عشان كده علمونا الآباء تبص بعفة، تبص بقداسة، تبص بعين كويسة، ما تبصش للشر، ما تبصش يعني المحبة ما تعرفش انك تدين، تبص بدينونة، دايما سلبي، دايما الناس وحشين في نظرك، دايما تشوف الجانب الوحش، كل دي امراض تصيب البصيرة الداخلية. اما المتقدس في الداخل عينه من جوه البصيرة شغالة تردي على البرانية، فتلاقيه دايما يبص للحلو وللكويس، بينظر نظر بعين المسيح حلو. النقطة الثانية في حياة شمشون كنت بقراها النهاردة، انه فرط في السر. العلاقة اللي بينه وبين ربنا كانت علاقة ندر وعلاقة تقديس، وهو بطن امه الملاك قال لها ما تشربيش خمرة وتسيبك من نجاسات في العالم لان ده نذير الرب ندر، واوعي يعني اعملي خلي شعره زي ما هو حدش يمسه، ده كله بتاع ربنا. العلاقة السرية الجميلة ديت هي كانت مدياله قوة فائقة. وبعدين لما زهق ورمى نفسه ورمى راسه على ركبتي دليلة وفرط في السر. ايه الحكاية؟ قال لها انا نادر لربنا وانا بتاع ربنا وانا بتاع ربنا. احنا اولاد سر الله، المعمودية سر، مين يعرفه؟ اللي يعيش لا يخبر. المسحة سر، خلي السر اللي جواك ده فعال بينك وبين ربنا. بلاش التباهي وعرض الأسرار للي بره. أنا بكره التلفزيون
في القنوات المسيحية، لأنه بيجيبوا السر الإلهي الخطير جدا، سر التقديس، والكاهن عمال يقطع ويقسم ويعملوا الناس قاعدة تشرب شاي وتعمل مش عارف ايه، وده موجود قدامه. دي أسرار، دي أسرار، أسرار إلهية عاشت القرون الطويلة في الأديرة. لما تروحوا كنايس تلاقوا المذبح جوه قوي، الهيكل كبير والمذبح جوه، والناس اللي بيصلوا ما يشوفوش ده. دي أسرار، عرض الأسرار. لا تلقوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم أمام الخنازير، هتدوسها برجليها. سر التقديس المسيحي، المعمودية المقدسة، ده سر جواني، ماله ومال البرانيين. المسحة من القدوس اللي نلناها ديت، دي لتقديس النفس الداخلية بكل ما فيها، ماله ومال البر. في العهد القديم واحد من الأنبياء الكبار اسمه حزقية ملك، حزقية الملك مرض، وبعدين ربنا شفاه فانبسط قوي، يقولوا الناس الجيران من الوثنيين عشان يزوروه ويهنوه انه عاش. طب كويس، ناس برانيين جم يقولوا لك حمد لله بالسلام، اعمل لهم اكل ومشيهم. لا معرفش مين اللي شار عليه المشورة دي، راح مطلع كل خزائن الهيكل وكل المقدسات من الخزائن ووراها للضيوف. ليه كده؟ قالوا إشعياء النبي، قالوا مين كان عندك؟ قال كان عندي المرسلين من ملك مؤاب ومرسلين مش عارف ملك أرام وبتاع. قالوا شافوا ايه عندك؟ قالوا شافوا كل المخزون السري. قالوا ما يفضلش منه حاجة، هييجوا يستولوا على أورشليم وعلى الهيكل وياخدوا كل ده. خلي ليك أسرار محدش يشوفها، ما تكشفهاش قوي للشيطان وللناس والتفتخر بيها. ده احنا عندنا 500 خادم صوت، ايه الافتخار ده؟ ليه؟ ده احنا عندنا يعني تعالى شوف المواهب. أما كنت هترسم كاهن، راح أبونا بشوي للبابا وقال له إيه يعني نكتب في الأهرام قبل الرسامة ونعلن كده الناس أن ده راجل في مركز والكلية والناس وأصحابه وبتاعه، فنعمل هنعمل اعلان في الاهرام ان ده هيترسم اسيس وانه مش عارف ايه. قال ليه يا ابني؟ ليه ليه ليه؟ داري على شمعتك تولع. ليه؟ ايه فايده الاعلان؟ السر المقدس اللي احنا خدناه محتاج ايه؟ قال محتاج حياه سريه ما عرفهاش حد. سر الزيجة، يعني واحد يتجوز واحدة، قال يروحوا لوحدهم، ده بينهم وبعض حياة محدش يعرفها، محدش يطلع عليها، سر زيجة. من اتحد بالرب صار روحا واحدا. في سر الزيجة الروحي اللي بين نفسك وبين المسيح عريس نفسك، دي أسرار. سر الصلاة، كلمات الحب اللي الواحد يقولها للمسيح، أنا الحبيبي، حبيبي لي، شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني، ده إيه ده؟ قال ده إسرار. دي حاجات مش للبروباغندا والمناظر والكلام واليفط، دي أسرار. القديسين كلهم الكبار بتوعنا عاشوا هذا السر، من بره زي خيمة الاجتماع غلبانة، من جوه مجد أبدي.
خلي لك سر مع ربنا، سر سكن الروح القدس فيك، سر قيادة الله ليك، حاجات أسرار. هذا حكي لما طرح شمشون غابت عنه القوة، كشف سر القوة عارف، زي مثلا حد عنده شوية غنى يعني، شوية ألماز وذهب وتحف حاجات بالبلايين، وعم فرحان بيها قوي، ويجي في الشارع شارع زنانيري مثلا وروح فارشها عشان أبونا بيمن بس، يفرش الحاجات اللي ببلايين الغالية جدا في الشارع في السوق، يقول لك شوف عندي ايه، طب دور بقى جميع اللي انت عارفينهم يعني خلصوا عليه. كل اللي يكشف سره الداخلي يتهان، خلي ليك سر مع الله حدش يعرفه، لا ابويا ولا امي ولا اولادي ولا حد، في بيني وبينه حاجة خاصة جدا 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 لا يطلع عليها أحد. على فكرة أولاد، لما أنا أقف أصلي أو أي واحد يقف يصلي يعني، أنتوا عارفين الشيطان يعرف مثلا بصلي بقول إيه؟ ما أعرفش، هو بيخمن، لكن اللي بيني وبين ربنا ما أعرفوش. إذا اتكلمت وقلت، لو أنا ساكت ما بتكلمش واقف أمام الله ما يعرفش، ما عندوش القدرة إنه يعرف السر اللي بيني وبين الله، لكن هو بيخمن. في قصة كبريانوس ويستينا كل ما يروح يشوفها تلاقي واقفة صلي يجيله رعب. خلي بينك وبين ربنا هذا السر الندر، الندر بتاع شمشون ده، خلي الندر ده ما حدش يطلع عليه. مش لازم يكون ندر بتولية ولا ندر خدمة شموسية ولا كهنوت، ده كل المسيحيين عندهم السر ده، سر الله في قدسيه، سر المعمودية المقدس، الولادة من الله شكلها ايه وزي خبرها ايه الولادة، سر ملء الروح القدس اللي في الداخل. يسكت الواحد، يسكت يسكت قوي قوي قوي، وبعدين يسمع صوت الروح. زمان كنت تسمعه، زمان كنت تسمعه بوضوح جدا وانت عندك 6 سنين 5 سنين 6 سنين، والواحد يعني يعمل اي حاجة لا تليق، يكذب. الصوت اللي جوه ده كان رهيب. والبصيرة كانت في أوج قوتها. افتكر أول مرة تعمل حاجة وحشة وشوف التبكيت الشديد، صوت جامد قوي، لما الواحد يفوت بقى يقول له معلش معلش، وهي يعني ما كل الناس كده، ها ها ها، ابتدى الصوت ده ايه، حتى درجة انه ما تسمع. يجي وقت قال عنهم الإنجيل يشربون الإثم كالماء، يشرب الخطية ما يحسش بيه زي المية. بينما الصوت في الأول كان في منتهى القوة، لا يعني لا، حرام يعني حرام، عيب يعني عيب. لما الواحد خلاص، عشان كده رجع قال إن سمعتم صوته فلا تقسوا. خلي ودنك حساسة للي جواك، للسر الإلهي اللي انت خدته في الميرون، اللي ممكن يرشدك إلى جميع الحق ويأخذ مما المسيح ويعطيك. برضو ما ينفعش الواحد يسمع الصوت ده دلوقتي في وسط الدوشة، لازم يكن، لازم يختلي،
لازم يدخل مخدعه بحسب وصية المسيح ويغلق بابه ويسكت كل الشوشرة ويحط ودنه يميلها قوي لما يسمع الصوت في الداخل. بسبب كثرة الخطايا كأن الروح مش فينا لكن هو موجود. بسبب كثرة الخطايا بيحصل حزن للروح اللي جوه. لا تحزنوا روح الله، لا تطفئوا الروح، ده نار. نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة، بالفعل أعطانا، فاحفظ البصيرة، احفظ عينك سليمة كويسة، عود عينك انها تبص للسماء كتير 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 وللقديسين كتير، وتدخل الكنيسة وتشبع من التأمل في الكنيسة. ادخل وأتفرس في هيكلك المقدس، مش ابص في الهيكل، ابص بعمق، لان ده مكان حلول الله، جسد المسيح ودمه. الداسة الحاجات دي بقى داخلين الكنيسة وطالعين من الكنيسة وبيكلموا في الكنيسة وبيعملوا أي حاجة في الكنيسة ليه؟ لأن البصيرة خست. مش في ناس كتير شافوا ملائكة في الهيكل في أيامنا الحالية؟ ليه؟ عندهم بصيرة. مش في كتير شافوا قوة الله في التاريخ بتاعنا؟ مش ماري بطرس ختم الشهداء يقول ما اقدرش اقعد على كرسي ماري بطرس، يقول قال شفت قوة الله حل عليه. بصيرة. من غير البصيرة دي مش هتدرك الأسرار، مش هتشوف في القداس حاجة. نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة، نشكره ويديم علينا النعمة دي، خلي فينا دايما الوعي والصح والروحي والبصيرة. لربنا المجد دائما أبديا أمين. حد يجي يروحني بقى. نعم. نعم. ها؟ نعم يا ابو نبيم. نعم. الساعة 6 أبونا بيرحب بأي أسئلة، فأنتوا قاعدين ساكتين ليه؟ أي أسئلة؟ طيب اتفضل. لو سمحت يا ابونا بس ليا سؤال يعني محير شوي. قدسك قلت ان اعلان الاسرار على الملء كده مش يعني مش مظبوط. طب السيد المسيح نفسه سمح بان جسده نفسه في وقت الجلد يتناثر على الارض ودمه يسيل على الارض، هو اللي سمح بكده ويعني ما استكترش الكلام ده على الناس وعلى الأرض اللي شافت الكلام ده، وطبعا وهو من رحلته من مكان الجلد لغاية مكان الصلب جسمه كان متهرق ودمه كان بيسيل وكانت الناس ماشية وراه وسمح سمح بكده. كتر خيرك. نعم. انت هترد عليه؟ انا عايز
أبونا يعني إحنا يعني العالم تطور واللي كان بيتعمل في أيامي أنا العجوز مش هينفع يتعمل في أيامهم لأن الدنيا تطورت. فإحنا مضطرين الكنيسة تواكب التطور اللي موجود. يا أولاد ده بيضحك عليكم. القصيرين دول تخافوا منهم. أبونا بيمن عاوز يقول إن الإيمان مسلم مرة للقديسين لا يتغير بالزمن. مش عاوز تقول كده؟ فعلا يا أولاد إيماننا ما بيتغيرش. أما كون المسيح للمجد صلب عريان للعالم هو مخلص العالم ما كانش ممكن يتصلب في أوضة. ده موضوع ده مش ده. أما الأسرار بتاعتنا سر المعمودية المقدسة ما كانش يطلع عليها في تاريخ 20 قرن ما كانش يقدر يحضرها واحد غير مؤمن. والقداس برضو على مدى 20 قرن كان في جزء للموعوظين يسمعوا الرسائل يسمعوا الوعظ وأول ما يجي حاجة اسمها قداس المؤمنين يخرجوا غير المؤمنين بره. فما تتلخبطش وما تلخبطناش معاك. أنا يا أولاد طول عمري ما بجاوبش على الأسئلة اللي في ورق ما أقدر. طب نقرأ السؤال نقرأ السؤال. طيب أبونا قدسك من المقربين جدا لأبونا بشوي عايزين الكلام الجميل الحلو ده. انبسط. فنفسنا قدسك تدينا خبرات شفتها وعشتها مع أبونا بشوي في كل الكلام الجميل اللي سمعناه. حاضر 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 حاضر. مين ما شافش أبونا بشوي يا أولاد؟ طيب بس حلو أوي أوي أوي. المرة اللي فاتت أنا قلت من نعم ربنا علينا ان عظات ابونا بشوي لمدة طويلة وفي اكتر من 150 عظة موجودة. وقلت لكم هاتوا واسمعوا. مش مهم تشوف ابونا بشوي بالجسد لكن حياته وتعليمه وعمقه وحبه للمسيح وخدمته كلها في العظات دي قيمة جدا جدا ولازم الواحد يجيبها ويسمعها ويدرسها. مين اللي ماسك المكتبة؟ موجودة يا بابا موجودة موجودة. لا 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 نعم بتاع سعد رزق. الموجود يا ابونا والمطبوع اللي انا سمعت عنه 150 اللي موجود على البكر ممكن يكون 500 عظة. معلش خلينا في 150 الموجودين. فاوعدوني يا اولاد اللي ما شافوش ابونا اوعدوني انكم تجيبوا الشرايط ديت وتسمعوها مش للتسلية تسمعوها لان دي ربة الاجيال كلها. نمرة 2 اللي ما شافش ابونا بشوي يصلي صلوة كويسة ويقول يا رب ورهوني هيشوف.
صدقني لو صلى بإيمان هيشوف. ولا صعبة؟ وبعدين شوية قول لها شوية أيام ونطلع نشوف. يعني أنا عارف العيال دول اللي ورا بيتكلموا ليه. أنا عارف إن الحكايات إيه يا سمير فخري؟ نعم؟ نعم. لا الحد لا حد القعدة طيب انا يا سمير موافق انزل ولما اجي ابقى اكلم. مش عايزين اوتسك تنزل ولا حاجه. احنا بعد هناخد بريك صغير وبعد البريك لو تسمح لنا اوتسك احنا ولادك واوتسك طبعا من ولاد ابونا بشويل يعني المشهورين خالص. فاحنا كلنا متشوقين قوي عشان نفهم الروح ونقرب شويه من الكلام ابونا بشوي واحنا عايزين نقرب شويه للروح والمعاني اللي جوه الشخصيه دي وازاي خدم بيها وعلم الناس الخدمه. دي نمره واحد وده اللي هنستأذن من قدسك ان يكون بعد بريك. انما في سؤال بخصوص البصيرة يا ابونا اتخيل انها تنمو. يعني صحيح انا بتولد بامكانيات البصيرة جوايا انما عندي مشكلة ان الكلام اللي قدسك بتقوله الحقيقة احنا يعني كلنا مقصر فينا جدا انما مش لاقيها كويس. انا مش لاقي البصيرة دي بالرغم من ان انت قدسك وضحت لنا جدا يعني المعاني دي انما في مشكلة ان ما اسمعه يعني مش لاقيه جوايا كويس. فازاي لاقيها وعندي اسئلة كتير. قدسك بتقول اللي عنده بصيرة ما بيحتاجش الاسئلة. صدقني واحنا موافقين جدا على ده بس الواقع والحقيقة ان جوانا زي ما قدسك قلت يعني اسئلة كتير. صحيح دي قد تعني ان البصيرة لسه مش كاملة جوانا. عايزين قدسك تاخد ايدنا كده خطوة خطوة ونتعلم ازاي كده بصيرتنا يعني تنمو. اللي يبتدي يا سمير اللي يبتدي بجد بنية خالصة الروح بياخد بايده ويعلمه. مفيش حد ابتدى يطلب بنية خالصة وما خدش لان المسيح له المجد قال ايه كل من يسأل يأخذ وقال يعطي الروح القدس للذين يسألون. يستحيل واحد يطلب المسيح بقلب خالص وواحد ده من ولاده ابنه وقال اي اب منكم وانتوا اشرار اذا كنتوا وانتوا اشرار بتعرفوا تدوا ولادكم امال انا ايه. فما فيش حد احنا ولاده بقول لك بنقول ابانا الذي في السماوات احنا ولاده. الولد عامل لنا قلق. ما فيش حد احنا اولاد الله بمعموديتنا. ما فيش حد مننا مهما كان يطلب الله بقلب مستقيم وما ياخدش. يقول له رب افتح عيني. يقولها بقلب مستقيم ياخد للحال مش حاجة. بابا صادق زمان قال لي حكاية مش ناسيها. قال لي يا ابني احنا الجيل بتاعنا ده اليومين دول زي واحد واقف على الباب والباب مفتوح وبيخبط وبعدين اللي جوه بيقول له ايه ادخل يخبط تاني يا ابني ادخل يخبط. خد الموقف ده وده انه واقف فيه
قال عمال بيعمل ايه؟ قال بيخبط على باب ربنا يقول يا رب الدين يا رب الدين يا رب الدين احنا يا رب الدين. طب ادخل. يعني تجمد على الوضع ده والباب قدامه مفتوح وليه انه يدخل واللي جوه بيقول له ادخل. لما تدخلش. تشبيه حلو ده. نعم. دي قلة بصيرة دي ولا ايه يا ابونا؟ استنى بس يا اخي في سجس وراك عاوز يقول حاجة. انا اسف. أبونا احنا في مجتمع ما نختلفش ان احنا موجودين في مجتمع له ثقافة مختلفة تماما عن الثقافة المسيحية بتاعتنا. يا بني آدم وانا مش عايش في المجتمع؟ عايشين في المجتمع يا أبونا، بس الثقافة اللي احنا موجودين فيها ما انا عارف المجتمع لا فرضت علينا حاجات تانية. بقينا بنسأل، بنشوف ناس بتسأل في كل دقائق الحياة في ثقافة إسلامية. يعني وصل ان انا اعمل كذا ولا ما اعملش كذا، اكل بايدي اليمين ولا بايدي الشمال، اغسل لا لا ايدي ثلاث مرات ولا اربع مرات. لا 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 مش فيش في اولادنا دول حاجه زي كده. لا مش زي كده، بس بقت خدوا من الروح ده هي انه بيسالوا في دقائق تانية. صدقني يا ابونا صدقني انت سجس فعلا. لا يا ابني ما فيش. اطلبوا يا اولاد، اطلبوا من كل قلبكم، اطلبوا بقلب مستقيم، كل واحد حسب احتياجه يطلب الله ياخد، لان ربنا عاوز يدي. طيب نطلع عبر لغايه لما ربنا يسهل. انتظرك يا رب، انتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للدار، رؤيتك للدار، علمني انتظرك يا رب، انتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للدار، رؤيتك للدار، فليس لي يقودني وكلامك سرابي، فليس لي سواك أنت سندي وروحك يقودني وكلامك سرابي. لززني بحبك الغالي، بحبك الغالي، وقودني لنورك السليم.
عززني بحبك الغالي بحبك الغالي وخذني لنورك الثاني لنورك الثاني فحبك أعظم طوق للنجاة نبع رجايا في الصلاة كل أمالي في الحياة فحبك أعظم طوق للنجاة نبع رجايا في الصلاة كل أمالي في الحياة يا ربي افتح لي يا عيني افتح لي يا عيني يا ربي انر لي يا قلبي انر لي يا قلبي يا افتح لي عيني افتح لي عيني يا ربي انر لي قلبي انر لي قلبي لكي ارى وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي لكي أرى ذراعك تحيط بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي وشخصك يعتني بي بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين نشكرك نشكرك من أعماق قلوبنا ونباركك ونمجدك ونسجد لك ونعترف بفضلك لأنك صالح وأحببتنا إلى المنتهى نشكرك من أجل سترك ونعمتك وإحسانك ولطفك اللي أظهرته لينا مدى السنين نشكرك لأنك أنت معتني بينا حتى شعر رؤوسنا محصاة واحدة منها لا تسقط بدون إذنك نشكرك لأنك مستحق كل مجد وكرامة كل القوات السماوية تسبحك على الدوام من أجل لطفك وأعمالك ورحمتك اللي بتسكبها بغنى على خليقتك نشكرك يا ربي لأنك أنت مريح التعابة
وقلت تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. من أجل ذلك نأتي إليك ونطرح كل همومنا وكل أوجاعنا وكل أتعبنا عليك، ونقدم ليك ذبيحة التسبيح وشكر قلوبنا من أجل أعمالك. طبعا احنا ما نستاهلش، لكن انت المحسن لنفوسنا، انت ما بتعاملناش بحسب خطايانا، انت بتعاملنا بحسب حبك وابوتك ورحمتك. من اجل ذلك احنا مدينين ليك يا رب. نعمة كبيرة أنعمت بيها علينا أن احنا نقف قدامك ونمجدك ونسبحك، لأن ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة يقدمون لك التسبيح بغير فتور. اقبل مننا احنا الضعفة التراب والمصدرة وغير الموجود. لما نقف قدامك الملائكة بتستر وجوهها، فاعطينا أن نقف أمامك بخوف ونقدم لك التسبيح اللائق. أتوسل إليك يا سيدي، تجاوز عن خطايا شعبك أولادك، ليس عبد بلا خطية يا رب ولا سيد بلا غفران. أنت عارف ضعف البشر وأنت صالح ومحب البشر، وانت عارف طبيعتنا ميالة منذ الصبا للشرور، لكن انظر إلينا، اغفر خطايانا، اطرحها في بحر النسيان حسب وعدك. لا تحسب علينا خطية يا رب، إن كنا أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفكر، أنت إله صالح غافر الخطايا منقذ حياتنا من الفساد. انظر لولادك يا رب، اعطي نعمة لكل نفس، احنا قليلين وضعفة وإمكانياتنا ضعيفة جدا، ولكن ناظرين إليك. جميع الذين نظروك السنار وجوههم للدخيل، لا تتخلى عنا ولا تخيب رجاء الذين ينظرون إليك يا رب. أنت فاحص القلوب مختبر الكلى، عارف قلب كل واحد. أعطي أولادك بحسب نعمتك، انعم عليهم، أعطيهم أن يجدوا نعمة أمامك يا رب، واحفظنا غير عاسرين، نعترف قدامك بخطايانا وانت غافر الخطايا، ونطلب معونة ونعمة لكل نفس، كل نفس متضايقة، كل نفس مريضة، كل نفس محتاجة إليك يا سيدي. انت قلت تعالوا إلي أنا أريحكم، رجانا فيك لا يخيب. أعطي نعمة للصغار والكبار، واحرس أولادك بملائكة يحرسوهم من كل شر ومن كل شبه شر، وكمل أيام غربتنا بسلام في خوفك، واختم علينا بالنعمة لكي نكون ليك بالتمام، قلوبنا وأفكارنا وحياتنا وحواسنا كلها ليك يا رب. ليس لنا آخر سواك، اسمك القدوس نقوله، فتحي نفوسنا بروحك القدوس، ولا يقع علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك. بركة الست العذراء أمنا، وبركة كل مصطفى القديسين يشفعوا فينا أمامك، بركة أبو سفين وأبا أبراهام والبابا كرولوس ومرمينة، بركة الرسل الأطهار
بركة السيد العذراء أولا وآخرا بركتهم تكون معانا. أعطي أولادك أيام فيها يرضوك والسنين يمجدوا اسمك القدوس. اسمعنا لما نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح أسوأ ربنا. Thank you.
قلبي